عندي بقول لك 3 بنات وولد، كل يوم اروح امشي حتى ما معيش قوه السكه، بروح عند الراجل بتاع الانابيب اخد الانابيب ولا يودوني على التوك توك ويحطوني في الارض وانا اشيلها على كتفي واروح اوديها للناس. بس الستر، بس الستر مش عارفه حاجه على الستر. انا عيني معموله ما بتشوفش بعينيها، بتشوف بعين واحده، والنور عليا علي نور كتير، مش هقدر اجيب العداد عشان ما ارفع النور. معايا كلهم ماتوا وكلهم الراجل بيكلم الشغل اليوم، وانا اشتغلت فيها ما عندي لا مفيش حاجه. كل ما اروح لواحده اقول لها مثلا اعمل لك حاجه تقول لي لا انت عايز اللي يعمل لك، اقول له انا هشتغل النهارده الولا يجيب لي الانابيب على السكر ويحطها لي في الارض وانا بقى اشيل على كتفي اوديها للناس. اشيل على كتفي ما اعرفش اشيل على راسي، بقى 60 سنه عايزه بس ارتاح حاجة تريح. بكسب 50 جنيه، بدل الولع 20 جنيه اللي بيجيب لي الأنابيب واخد 30 جنيه. يعني بتجيب الأنبوبة بكام وبتبيعيها؟ ببيعها يعني فيها 5 جنيه.